طيب احنا كنا بنتفرج طبعا معاكم على رأي الناس، وفعلا زي ما استاذ ايهاب بيقول كل واحد بيتكلم وفقا لنشأته وفقا لثقافته وفقا هو قابل او مش قابل. بس هو سؤال معلش مني انا يعني شوية كده، هو انا ايه اللي يخليني اتواصل مع حد على انا ممكن عشان الاستاذ بس كان بيقول لك الناس بتحب تتعرف على ناس جديده كل يوم، طبعا نحب نتعرف على ناس جديده كل يوم ودايره معارفنا تبقى اكبر، بس ابقى شايفاه قدامي مش شايفه صوره، مش ممكن هقبل ان انا اتواصل مع حد او اتكلم مع حد او اقعد ارغي بالساعات مع حد على فيسبوك او يطلع على معلومات شخصيه عني او صور وانا مش عارفه مين ده ومسمي نفسه اي اسم وصوره، انا اعرف ده منين؟ ده انا طالما يعني الشخص ده مش قدامي او مش قاعد او الشخصيه دي مش واقفه او قاعده قدامي انا هتكلم معاها ولا اتعامل معاها ازاي؟ دي برضو حاجه من الحاجات اللي انا برضو ما بفهمهاش، يعني ازاي اتعامل مع حد في عالم افتراضي؟ ازاي اتعامل مع حد بيقول لي اللي هو عايز يوصله لي انا مش سامعه صوته مش شايفاه؟ خليني اقول لحضرتك احنا عايزين نفصل بين العلاقه البرايفت الشخصيه وبين العلاقه العامه. الصفحه المفروض تكون صفحه عامه، ولو شخص انا مش عارفاه بيدخل يعلق على الصفحه العامه يعني 100 حد شايفه، كل الناس شايفاه، عيلتي شايفاه، جوزي شايفه، ابني شايفه، كلنا. لكن العلاقة البرايفت هي العلاقة الخاصة، ازاي انا اعمل علاقة مع شخص معرفوش؟ هو ده الكلام. ازاي البنت تروح كل يوم تقول له صباح الخير، مساء الفل، عامل ايه، شربت النسكافيه؟ ده موضوع تاني، ده موضوع تاني ونقف جنبه ورافضينه. ازاي تتكلم واحد ما تعرفوش؟ كون ان يبقى فيه اي واحد اكس عندها على الصفحة بيعلق على صفحتها ده مش عيب، ده مش عيب خالص. غير كده قياسا مين هي؟ احنا بنتكلم على كل الناس ولا بنتكلم الست دي بتشتغل ايه والبنت دي فين؟ افرضي حضرتك انها بنت في جامعه انترناشونال، يعني ممكن لازم تكون في اسره ما داخل الجامعه، يعني لازم تقبل اكبر عدد من الشباب. افرضي انها بتشتغل في الميديا، بتشتغل بشكل عام، يعني ليها ناس مريدين، ليها ناس معجبين بيها. هل يا ترى احنا هنحكم نقول دي عندها رجاله كتير قوي ما تعرفهاش، دي ست منحله؟ لا، هي شغلها ايه؟ هي طريقتها ايه؟ وهي اللي بتحط الاطار. فكره الوصايه ان الراجل هو اللي يظبط لها ادائها واخلاقها، انا شايفاها ده ينتقص من الراجل اكتر ما ينتقص من الست. طيب لان الراجل مش مفروض يقول للست عيب وايه اللي مش عيب، المفروض انها تحترمه وتكون تحت قوامه حقيقيه لجوزها، وكمان هو طيب يقدرها ويرفعها على راسه. تمام، هحط بين قوسين كلمه تحترمه دي عشان دي بقى بالنسبه لي برضو